سلام، أنا رجاء. رجعت لكم بفيديو جديد. صلى على النبي ويلا نبدأ. سلام، أنا سميرة وعمري 13 سنة، واليوم راح أحكي لكم قصتي. أنا من عيلة متشددة مرة، أهلي ما يسمحوا لي أني أمسك الجوال إلا في الإجازات، وحتى التلفزيون محددين لي قنوات يعني محددة أتفرج عليها، والطلعات ممنوع أني أطلع بدون أخوي الكبير، حتى أنه أحيانا ما أطلع لمدة شهور، يعني شهور ما أطلع، فهذا شيء عادي صرت متعودة عليه. وكنت أكره الإجازات المدرسية لأنه المدرسة هو ملجأ الوحيد أني أروح فيها أخذ حريتي، ما حد يتحكم فيني وأسولف على كيفي، فالمدرسة هو كان أحسن شيء عندي، يعني ملجأي كان. المهم أنا في المدرسة عندي شلتي هذول معايا من الابتدائي تقريبا، هم كانوا مرة هادئين وبس يحبوا الدراسة وما يحبوا يسولفوا سوالف خارج الدراسة، يعني نادر مرة يسولف عن هذا الشيء. وأنا صراحة انجبرت إني أروح معاهم لأنه ما عندي صديقات غيرهم. في فصلي كان في شلة ثانية، فهذا الشلة مرة كان فلة، يعني يحبوا يسولفوا بصوت عالي ويصرخوا ويغنوا، وإذا في حصص فراغ يطلعوا برا الفصل ويتمشوا في المدرسة، ما أدري والله وش يسووا في الحصة فراغ، لأنهم أول ما يجي حصة فراغ ما حد يشوفهم أصلا، حتى من المدرسات ما يعرفون عنهم. مع الأيام كان كل ما يسالفوا أنا يعني كنا إحنا حصص فراغ، أنا أكون قاعدة مع شلتي، يعني شلة هادئين ودوافير بس يحبوا الدراسة، هذول هم شلتي. وشل الفلاوات، يعني البنات الفلة قاعدين قدامي الفلاوات، المهم البنات الشلة الفلة اللي قلت لكم عليها قاعدين قدامي ويسولفوا ويضحكوا، وأنا كنت مندمجة مع سوالفهم، وصديقاتي قاعدين يقولوا إيش بقيت طالع وما ما تسمعين إحنا نسولف معك، وأنا أقول لا ولا شيء بس سرحانة، يعني أنا أصلا مليت من سوالفهم، بس كنت يعني أشوف الشلة الثانية. مع الأيام شوية شوية أنا صرت أروح عند الشلة هذول وكنت أسولف معاهم، يعني ما أدري كيف صرت معاهم بس كنت أسولف معاهم. صديقاتي يعني شلتي قالوا إنه ما تروحين مع دول الشلة حيخربونك وراح تندمين وما أدري إيش، أنا قلت ما عادي يعني هم بنات زينا زيك يعني كلنا نفس الشيء، هم كانوا ينصحوني إني ما أروح عندهم، بس أنا حسيتهم مغيرانات لأن الشلة الثانية كمان يعني حبوا سوالفي. مع الأيام أنا سحبت على شلتي وهم كمان سحبوا علي وحقدوا وكرهوني كمان. أصلا شلتي يسووا نفسهم إنهم يحبوا بعض صحبات، هم بتحييه كل واحدة تكره الثانية، من كذا أنا ما اهتميت لهم مع إنهم كانوا صديقاتي من الابتدائي، بس يعني هم تركوني بسهولة كمان، يعني ما حد حاول يكلمني أو يعني يقول لي تعالي معانا، يعني طنشوني سحبوا علي. فأنا رحت مع الشلة الثانية وهم على طول حبوني، أنا كان يعني كنت سوالفي كل شيء في قلبي قلتها، لأني أنا أصلا ما عندي بنات خالات ما عندي بنات عمات، فكل شيء في قلبي أقوله على لساني، هم يعني عجبهم السوالف وزي كذا، وكنا نفس جو بعض. يعني مع الأيام يعني صرنا مرة مع بعض، وهم كمان يعني حبوني وقالوا إنه ما عليك من شلتك القديمة، هم تركوكي وما يعني عادي، يعني كان هذا الشيء يعني ما أدري ليش شلتي القديمة ما يحبوا الشلة هذه. المهم أنا ما اهتميت أصلا، قلت لهم ما اهتم مع نفسهم، هم تركوني بدون سبب كمان. فصرت معاهم مرة، وفي يوم من الأيام جت حصة فراغ، فهم قالوا يلا يا بنات نمشي نطلع من المدرسة، وأنا قلت لها وش نطلع مدرسة، قصدك نطلع من الفصل؟ قالت لا تعالي أنا أقول لك. المهم أنا رحت معاهم ما أدري وش السالفة، إلا طلعنا برا الساحة، ساحة خارجية حق المدرسة، وكان في جدران وكان في يعني جدار مكسور زي الباب مرة صغير، حتى إنه مو مبين ما حد انتبه له، هم كيف انتبهوا له ما أدري. واحدة من البنات قالت استنوا شوي وراح نجي، يعني طلعوا اثنين واحنا أربعة قعدنا جوا في المدرسة نستناهم، راح طلعوا برا بالشارع. تخيلوا إنه أول ما فتحوا كان في زي مغطينه بالكرتون، أول ما فتحوه طلع شارع، طلعوا مرت 10 دقايق جابوا جوالاتهم وأيباد وسماعات وقالوا يلا يلا بسرعة. أنا ما أدري من وين جابوها، أتوقع إنه حطوها عند أحد وبعدين رجعوا. المهم أنا ما كنت ناوي بطلع، رفضت، قالوا تعالي ما حد يدري ترى ما تخافي، كل واحد المديرات ولا همهم شيء أصلا. أنا قلت طيب طلعت معاهم. المهم إنه كان في كوفي المفروض نروح له، بس إيش قال إنه مقفول لأنه هو يفتح الساعة 12 الظهر، وإحنا طلعنا بدري يعني 9:30 كذا طلعنا، فاضطرينا إنه نروح حديقة ورا المدرسة، كان في حديقة ورا المدرسة، فرحنا هناك البنات يصرخوا ويغنوا ويسولفوا
وانا صراحة عجبني الوضع، يعني ما خفت لانه انا اصلا بحياتي ما رحت الحديقة كمان تخيلوا، فرحت معاهم وانا كمان زيت زيهم وصرت نسولف، وصرنا نسوي ذا الشيء كل ما يكون عندنا حصة فراغ، واحيانا اذا عندنا حصة ما نحبها رحنا طلعنا برا. المهم التعود زي كذا، هم قالوا نجيب جوالك وزي كذا، فالمشكلة انه جوالي مع امي، يعني امي تعطيني بس الجوال في الاجازات زي ما قلت لكم. ففي يوم من الايام امي كانت نايمة، فانا رحت انا عارف محل الجوال طبعا، امي كمان تعرف اني انا اعرف، بس هي واثقة فيني امي، بس انا يعني قلت خليني اخذ مرة واحدة ما راح يصير شيء. رحت اخذت الجوال ورحت المدرسة، اوكي. بعدين جه حصة فراغ، طلعنا برا المدرسة ورحنا تمشينا ورحنا المقهى كان مفتوح، وقعدنا ونسولف ونضحك، ومرت الوقت واحنا ما حسينا اصلا، يعني يمكن حصتين راحت مننا. بعدين قلنا خلاص هذا نرجع، والله الحين احد ينتبه انه احنا مو موجودين. المهم انه رجعنا المدرسة، اول ما دخلنا من الباب شفت امي، شفت المديرة، شفت امهات شلتي، ما ادري كيف عرفوا. بالنهاية طلع انه واحدة من شلتي القديمة كلمت ده كله انه فلانة وفلانة هربوا من المدرسة، فهم جابوا امي وجابوا كل امهات شلتي هذول. بعدين امي اول ما شافتني مرة عصبت، وبس ما سوت لي ولا شيء، فاخذتني رحنا البيت، فهي ساكتة طول الوقت وانا يعني ما حبيت انها ساكتة، على الاقل تهزئني تقول لي شيء، بس انها ساكتة ما حبيت هذا الوضع. فرحت عندها وصرت ابكي اقول لها امي سامحيني والله اني انا ما كان قصدي، وانا من جد ندمت اني سويت الحركة امي، لان امي كانت مرة واثقة فيني، وما في اطيب من قلب امي، يعني دائما هي اللي تخليني امسك جوال، اصلا ابوي لو بيده ما كان يعطيني جوال. امي انا بكيت عندها وهي صارت تقول لي انه ليش تسوين زي كذا، انا ما انا قصدك بالشيء، يعني انا ما فرقتك عن شيء، انا بس انه ابوكي هو، انت تعرف ابوكي كيف متشدد، فانت اذا انت كنت يعني زي ما انا ابوك ما ادري. المهم امي زعلت مره 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 زعلت، يمكن مرت شهر تقريبا امي زعلانه، حتى انها ما قالت لابوي ولا عاقبتني ولا شيء، يعني هي بس زعلانه لاني انا خنت ثقتها فيني، وانا ندمت هذا الندم مره. في المدرسه كمان شلتي كلهم تابوا على هذا الشيء، ما اقول انه شلتي شله فاسده ومن هالكلام، لا هم كمان هم جو نفسي هم نفسهم، هم قصدي هم نفسي يعني متشددين، فعشان كذا يجوا المدرسه ويسووا هذه الحركات. فهم من صديقاتي من جد، يعني ما في اطيب منهم، محترمات، بس يحبوا انهم يطلعوا مقهى ونروح حدايق بس زي كذا، ما نروح ما سوينا شيء غلط اصلا. البنت فتنت علينا فتنة ما ادري ايش قالت، حسبي الله عليها، واحنا خلاص انه صرنا ما نسوي هذه الحركات ثاني مرة، وامي سمحت لي اني اروح لعندهم البيت وهم يجون عشان ما نسوي هذه الحركات في المدرسة. وبس الحمد لله انه امي سامحتني، الحين قلبها حن عليها شوي، لان انا كل يوم صرت اعتذر لها وابوس عشان تسامحني. وبس كان هذا قصتي، لو عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وانستغرام، واذا عندكم اي قصة طويلة ارسلوها لي على الانستغرام. وبس احبكم، باي.